اي على سلامتكم. نتصور من الحلقه اللي فاتت والدوله ما زالت تلوج مني باش تدبر فلوس باش نجم نسلكوها العام الجاي. من وقتها ومجلس النواب هاب تحشيش وريش في قانون الماليه، هاو عدل الفصل هذا، هاو طيح الفصل هذا، وكل قدير وقدره. مجلس النواب اللي تعدى اكثر من عام من اللي الشعب عطاه صوته وطلع واختار عباد جدد يمين ويمين اكثر. نتصور اغلبيتنا ما يتفكر من البرلمان كان سيد رئيس المجلس سيدات والسنه الحرب على كورينا الكورنا كورونا العركة الملحمية على اللوائح البيجاما بارتي متاع الدستوري الحر واخيرا سيف الدين المخلوف يوخر ويقدم ويخرج لنا دويل الكورونا. من اخطر الحاجات اللي صارت وانه النواب هبطوا يضربوا في بعضهم ويتعاركوا والدم سال في البرلمان. هذه قطرة من البحر متاع الاحداث والحاجات اللي صاروا في مجلس النواب. ومنظمة بوصلة يكثر خيرها اتبع في كل كبيرة وصغيرة وشقيقة ورقيقة وتعطينا شنية صار في التقرير متاعها. وعلى ذلك برا جيب شربك وإيجي إركش على خطر عنا بارشا ما نقوله. قبل ما نبداو لازمنا نفهم وشنو هي خدمه مجلس النواب وشنو هي يعمل. خاطر برشا عبيد في بالهم اللي النواب يحضروا في الجلسات العامه اللي تتعدى في التلفزه ويقولوا كلمتين وفي لا ما. البرلمان سيدي خويا عنده اربع ادوار. اي نعم أربعة. الدور الأول هو التشريعي وين النواب يناقشوا مشاريع قوانين اللي يا إما جاي من رئيس الحكومة وإلا رئيس الجمهورية وإلا ما عند النواب بيدهم ويصوتوا عليها في الجلسة العامة يا إما تتعدى يا إما تطيح. ولهنا حسب ما قالت لنا منظمة بوصلة فإنه مجلس النواب في عام الأول عمل 28 جلسة عامة صادق فيها على 43 قانون. بون 42 قانون منهم جايين ما عند الحكومة وقانون بركة ما عند النواب. يا تبارك الله من المرسى بدينا نقذفوا. برا نتعديو للدور الثاني اللي هو الرقابي. اي نعم خدمة مجلس النواب انه يراقب الحكومة اللي اعطاها ثقة وصوت لها. والرقابة هذه انواع، نجم تكون جلسات حوار مع الحكومة ولا سؤالات كتابية ولا شفاهي. يجيبوا الحكومة ويقعدوا 12 ساعة هاو يحكي وهاو يتهزوا هاو يتنفضوا والوزير اللي خرج اللي جاع اللي درشني يعمل لينتوفى الجلسة. بالاخر مجلس النواب في دورته الاولى عيط الحكومه 8 مرات والنواب بعثوا 1051 سؤال كتابي متجاوب منهم كان 446. الدور الثالث هو تمثيلي اما خارج تونس ولا داخلها. وفما جمعه في كل شهر اسمها اسبوع جهات وين النواب يمشيوا للجهات ويحكيوا مع الناس ويسمعوا مشاكلهم ويفضوها لهم. لا محاله سنه كورونا وجائحه دونك ما فماش ماشي وجاي. اما برشا نواب اسبوع جهات يسمعوا بيسمع. وفي دوره نيابيه كامله مجلس النواب عمل كان زوز اسابيع نتاع واحده في راس العام واحده بعد ما تنحى الحجر الصحي وهز يديك من الطبق. والدور الرابع والاخير هو انتخابي. مالاش نيه مجلس النواب ينتخب الهيئات الدستوريه واكثر وحده اللي نورمالمون عندها 5 سنين موجوده هي المحكمه الدستوريه واللي هي عرصه مهمه في الانتقال الديمقراطي. المحكمه هذه اسمها على جسمها هي الفاتقه الناطقه في امور الدستور واللي لقينا رواحنا في برشا مرات واحلين ونلوجوا كيفاش نسلكوها ونقعدوا نتحسروا عليها. وره عام ورا عام من 2015 ومجلس النواب ما نجمش يلم 145 صوت باش تتعمل المحكمه. اما نجم نقولوا انه مجلس النواب وبذي هو بطل تونس في الحكومات. في دورة نيابية واحدة تعديوا عليه 3 حكومات أبداها من جملي في جام في اللي عالدخلة طاحت وصوته كمترها ب 132 صوت. سي الحبيب دخل التاريخ كأول رئيس حكومة ما يخوش الثقة. بعدها جات حكومة الفخفيخ اللي جات معاها الكورونا. أما معاها هي تحالفات في البرلمان تبدلت وتقلبت الفيستا واللي كانوا متصالحين واللي متعاركين واللي كانوا أعداء واللي أحباء واللي يحب يوسع في الائتلاف واللي يحب يفضل لم. حكومة الفخفيخ شدت من تحت الزربي قال لهم اللي يحب يضرب مصداقيتي نقول له يبطى شويه يا اخي هو تلفت من هنا وهو معطاه الحس من هنا. في الاخر حطينا السياسيين الكل على جنب وجبنا حكومه مستقله كلها ولاد ادارات اما راضين عليها النهضه وائتلاف الكرامه وقلب تونس وتعدى. ما فهمش قطوس يصطاد ربي وكل واحد شيطانه في جيبه. برجو ليا البرلمان في الدوره النيابيه الاولى نتاعو كل برلمان اللوائح والعرك وكل واحد شد التليفون وحال اللايف على صاحبه. ابداها من الدستور الحر اللي عمل لنا لائحه رفض التدخل أجنبي في ليبيا وطاح. وبعدها ائتلاف الكرامة اغشمنا بليحة تطلب لفرنسا الاعتذار على الاستعمار وكيف كيف طاح. عبير قتلك كان خلط زيدها لص ووخرت وقدمت وعملت لنا ليحة صاحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وكيف كيف طاح. حتى نخمم كيفك يا اخي المواطن وينه من هذا الكل. اللوائح هذه ما جابت معاها كان العنف والعرك والسياح. وصلوا نواب يحكيوا على تطبيق الاعدام على نواب اخرين واللي هي حاجه خطيره برشا. والاول مره رينا البوليسيه يدخلوا قاعه الجلسات العامه باش يفضوا مشكله. واللي زاد الطين بله وانه مكتب المجلس عمل برشا خروقات. مكتب المجلس فيه رئيس مجلس نواب الشعب
وعشرة أعضاء من كتل الموجودة. مكتب المجلس اللي نورمالمون يسهر على حسن سير الجلسات ويركح الجو وينظم الأمور طاح في إخلالات وخروقات اللي خليته يعمل برشا مشاكل. الإخلالات هذه خلت النواب تشوف وإنه موقع راشد الغنوشي كرئيس مجلس نواب الشعب عرقل خدمتهم أكثر من اللي عاونهم. في الحلقات اللي فاتوا حكيت لكم على الأعلام والنقابات الأمنية واللي مجلس نواب ما قصرش في دورته الأولى باش يحط على طاولة قوانين تهدد الحقوق والحريات. بداوها بقانون زج الاعتداءات على الأمنيين اللي الناس هبطوا يظهروا ضده وما صوتوش عليه، بعدها تنقيح المرسوم 116 اللي نظم الهيكاء اللي كيف كيف الصحفيين هبطوا يظهروا ضده ورفضوه. ريتو كيفاه الشارع يجيب باش نعطيو لكل واحد حقه. نسبة حضور النواب في البرلمان هذا كانت طالعة بارابور البرلمان اللي قبله، أما كيف ما قال الآخر الفم يقول ليه والقضية ما تتقضى. النواب صحيح يجيو ويحضروا أما الخدمة يجيبها ربي، جابوا له رواحهم مانيش نتبلى عليهم وكل شيء موجود في تقرير بوصلة. البرلمان هذا مصوت على 42 قانون في دورته الأولى. تهاو 42 قانون ايش تحبوا يا أخي، يبات ليل ونهار وهم يخرجوا في القوانين. 42 قانون كي تسمع بهم تقول والله يعطيهم الصح، أما كي تجي تشوف تلقى 36 قانون منهم فيهم فصل واحد يا إما قروضات ولا اتفاقيات، والخدمة الكل صارت في الحكومة وبعد عاد البرلمان باش يصوتوا عليه. من الآخر المجلس ما عدا كان 4 قوانين فيهم خدمة صحيحة، واللي هما الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمويل التشاركي والتشغيل الاستثنائي لمن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنين والتفويض للحكومة اللي صار في وقت الكورونا. أحقق الحق البرلمان فيه ناس حب تخدم قلب ورب وتحضر في الجلسات واللجان وتصوت، وفما ناس بعثتها جملة ولا غلطة في الأدريسة كيف الصافي سعيد اللي ما صوت كان بنسبة 3.9% ويمشي مثل يا أخي بلا تصويت بلا كلام فارغ. وعندك زادة كمال حمزاوي اللي نسبة الحضور متاعه 25%. انت معلم عادة تجرب، هاو نايب هاو رئيس بلدية وبعد فدير ورجعت نايب تميح مع الريح. الحقيقة نجم نقعد الغدوة وانا نحكيكم على مجلس النواب، خاصة وانه فما برشا شوانت اخرين مازالوا محلولين كيف اللامركزية والعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد اللي مجلس النواب لازم يحرك لهم ويخدمنهم. البرلمان هذا هو السلطة اللي تعكس شنية الشعب يحب، مهما يصير هو الحل باش حياتنا تتبدل وتتحسن. ولا علاش عنده الادوار هذيك الكل مادام بالصلاحيات اللي عنده ما يخلصش يحسن الواقع نتاعنا؟ هذيك علاش لازم مجلس النواب بكله على بعضه يرزل وينقص من العنف والعرك والتعطيل والبنتوات وكل واحد يضرب على روحه باش يطلع في الانتخابات الجايه. واكثر من هذا لازم يحترم نظامه وقانونه قبل ما يبدا يكتب في قوانين البلاد، والا صواريخ الاخشيد الدستوريه باش تضربه وتحل، وقتها لا عاد فما لا حل لا ربط، انتخابات جديده وربلوت. هذه كانت حلقتنا للتركينه واللي رجعنا فيها للدوره النيابيه الاولى نتاع مجلس النواب، واللي كان تقرير بوصله هو المرجع نتاعنا في الحلقه هذه. تلقاوه في الديسكريبسيون، سينو نقول لكم جيم سبسكرايب بارتاجيو الفيديو هذايا وهاو الانستغرام تاعي والانستغرام تاعنا ويت، ونشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.